السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا تكلمنا على هذا الهيدروجين، رانا عاملين عليه فيديوهات، ونظرا للأهمية تاع هذا المشروع اللي راح يعود بالفائدة على الجزائر، وهو الهيدروجين الجزائري الذي يدور حوله موضوعنا لهذا الفيديو، فتابعونا للنهاية حتى يتسنى لكم الاستفادة. فأهلا وسهلا بالجميع. توافق إيطالي نمساوي ألماني وتمويل من بروكسل في الأفق، تحرك أوروبي ثلاثي بمشروع عملاق لصالح الهيدروجين الجزائري. وافق وزراء الطاقة في كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا على مبادرة دعم مشروع ممر لنقل الهيدروجين من شمال إفريقيا وخصوصا الجزائر نحو قلب القارة الأوروبية، وذلك مرورا بالأراضي الإيطالية والنمساوية ليكون بمثابة جسر للطاقة بين الجنوب والشمال. ووفقا للموقع الرسمي المخصص للمشروع، يوفر ممر الهيدروجين الجنوبي العديد من المزايا، بما في ذلك على وجه الخصوص قدرة نقل كبيرة للهيدروجين. هو مشروع خط أنابيب ينقل الهيدروجين الجزائري من الصحراء إلى قلب أوروبا مرورا بتونس الجارة إلى إيطاليا والنمسا ويستقر في ألمانيا. نحن نعرف الطاقات الأخرى واستعمالاتها كالبترول والغاز الطبيعي، وقد يجهل الكثير منا طاقات أخرى صديقة للبيئة والتي هي الهيدروجين. فما هي طاقة الهيدروجين؟ تعتبر طاقة الهيدروجين إحدى طاقات المستقبل كونها صديقة للبيئة، ولعل أهم ما يميز الطاقة الهيدروجينية التي يتم إنتاجها من اتحاد الهيدروجين والأكسجين في خلايا الوقود وجودها في كل مكان، غير أن إنتاجها ما يزال مرتفع التكلفة. تعتبر طاقة الهيدروجين إحدى طاقات المستقبل كونها صديقة للبيئة. في القلب انت هذا المشروع، المشروع ألماني ضخم باش يستوردوا الهيدروجين الأخضر من الجزائر. ألمانيا راهي قررت باش تعتمد واحد الاستراتيجية، واحد الخطة، واحد البرنامج جديد في مجال الطاقة. هذا البرنامج راح يكون في توسيع الواردات نتاعها من الهيدروجين الأخضر والتقليل من الغاز الطبيعي اللي راها داير ضجة بعد ما انقطع عليهم الغاز تاع الروس، وهذا في إطار برنامجها، البرنامج نتاعها اللي يقضي بالاعتماد على الطاقة النظيفة بدلا من ديك الطاقة الكلاسيكية المعروفة اللي هي النفط والغاز. وفي هذا المشروع الجزائر راهي موجودة، اللي هي عندها قدرات طبيعية كبيرة في الطاقات المتجددة، سواء الطاقة اللي نخرجوها من الشمس ولا من الغاز، من بينها هذا الهيدروجين الأخضر. وعلى حساب ما نشرت منصة الطاقة نقلا عن واحد الموقع نتاع اوفشور انرجي، الحكومة الألمانية راهي تدير في واحد المشاورات مع الشركاء نتاعها الأوروبيين وعدد كبير من الدول المطورين باش تنوع المصادر نتاع المعروض من الهيدروجين وتوسع فيه، يعني توسع من مصادر توريد، يعني تبقى تجي من الجزائر، تجي من بلادات واحدة أخرى. والوزير نتاع الاقتصاد الألماني والمناخ روبرت
هابيك قال باللي معدل الطلب اللي راه يتزايد على الهيدروجين في ألمانيا يجعل من ألمانيا واحد السوق جاذبة وآمنة لمشاريع البلدان المطور على حساب الجزائر كما الجزائر كما نقولوا اللي راهي شرعت وبدات تطور في مشاريع الهيدروجين اللي جايه في أرزو بمدينة وهران. والتوقعات راهي تبين باللي الطلب تاع الهيدروجين الأخضر في ألمانيا راه يحتاج إلى 130 تراوات ساعي سنة 2030، وراه الطلب رايح يوصل في سنة راح يوصل عفوا إلى واحد المستوى تاع 450 تراوات ساعي بحلول سنة 2045. شوفوا راهم يخططوها التخطيط تاعهم للمدى البعيد. وفي ظل هذا السوق الطاقوي الجديد الواعد الجزائر راها موجودة بالشي اللي تملكه من قدرات طبيعية وبنية تحتية، عندنا التيوات فايتين للطليان، يعني الأمور ما تشرحت تعرف واحد الصعوبات. والجزائر هي موجودة في قلب هذا المشروع الألماني الكبير، بحيث في شهر فبراير الماضي وقعت اتفاق مع ألمانيا. هذا الاتفاق واش يقضي واش يقول؟ إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 50 ميجاوات ساعي، وين؟ في منطقة أرزيو بولاية وهران. هذه المحطة التجريبية، وفي هذا الشأن في هذا الميدان وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك قال باللي هناك توجه قوي باش يدعموا ويوسعوا إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر. يعني ألمانيا راح تشارك، وأعتقد حتى أوروبا مجملة، عبر ضخ الاستثمارات في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية. على بالكم باللي الطاقة الشمسية الجزائر ما عندك ما تهدر، راح تكفي العالم مش تكفي غير أوروبا. من جهته قال موقع أوفشور إنرجي الجزائر راها تحوش تلبي 10% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين بحلول عام 2040. هكذا على نهاية هذا الفيديو. إخواني لا تنسوا تشاركوا اللي مش مشترك، وتعملوا لنا جام اللي يعجبوا الفيديو، وتقسموا وتشاركوا مع أحبائكم. شكرا وإلى اللقاء بكم في فيديو.